السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. مساء الخير، اهلا وسهلا بكم، تفضلوا استريحوا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، السيدات والسادة الحضور الكريم، نرحب بحضراتكم في هذا الحوار المفتوح الذي يحرص عليه السيد الرئيس دائما للاستماع لأكبر قدر من الشباب لأفكارهم ومقترحاتهم أسئلتهم واستفساراتهم. ستتاح الفرصة لحضراتكم للأسئلة. أرجو من حضراتكم سيادة الرئيس لو تسمح لنا يا فندم، احنا هنفتح المجال لثلاث أسئلة ثم نستمع لتعقيب سيادة الرئيس ثم نفتح المجال لثلاث أسئلة أخرى وهكذا. يسعدنا في مستهل هذه الجلسة أن نستمع لكلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فلتتفضل يا فندم. شكرا يا أستاذ رامي. مساء الخير والسلام عليكم جميعا. بس أنا اتكلمت كتير قوي النهاردة، صحيح، فخلينا نبدأ النهاردة نتكلم في الأسئلة اللي أنتم شايفين أن أنتم محتاجين تسمعوها مني. بس أنا عايز أقول لكل اللي ما يعرفنيش، أنا إنسان صادق وأمين ولا أتكلم إلا بما يعني أدركه وأقتنع به. إن أنا ما أعرفش المسارات اللي هي ما أعرفش اللي هي ما أعرفش أعمل كده، وبعتبر كده يعني بعتبر اللي بيعمل كده ضعيف، وما أنا بحبش الضعف يعني. فهنسمع ثلاث أسئلة وإن شاء الله ننطلق، وربنا يوفقني إن أنا أجاوب بالشكل اللي أنتم تستطيعوا أن تدركوا به كل اللي أنا عايز أوصله لكم. تفضل يا أستاذ رامي. شكرا يا فندم. أرجو من حضراتكم الالتزام بحد أقصى دقيقة في طرح السؤال حتى نسمح بأكبر قدر من الأسئلة. فلتتفضلوا. مايك. مساء الخير سيدي الرئيس، أنا كوستانتينو من بلغاريا. أود أن أسأل سيادتكم أنه منذ أن مصر قد أصبحت الرائدة لعقود كثيرة في المجال العسكري والاجتماعي وما نراه هنا في شرم الشيخ، ولأنه من الغريب بالنسبة لي لماذا مصر قد تكون أكثر نشاطا في أزمة اليمن والحرب في اليمن، ولماذا مصر وهي لا تشارك في حل مشكلة المجاعة هناك في التي تسد مطارات وموانئ اليمن. وقد قلت أنك إنسان صادق، فإنني أدعم شخصيا الأمير سلمان في حالة قتل السعودي الصحفي السعودي. لماذا أن العالم كله ضد المملكة السعودية الآن، وأنه من الواضح أن الصحفي السعودي قد قتل، ولماذا أنت تدعم الأمير سلمان أو تدعم هذه القضية؟ شكرا سيدي الرئيس. أنا محمد قاسم، إنني من أفغانستان، فإنني أشكرك لدعوتنا جميعا هنا في هذه البلد الجميلة شرم الشيخ. سؤالي هو إن قادة العالم هم نموذجا للشباب، والكل يجلس هنا فإنهم يتطلعون دائما إلى قادة العالم، ولكن إذا رأينا في العام والنصف الماضيين فإننا نرى أن قادة العالم إنهم يغلقون الحدود. فأود أن أسألك، ما هي رسالتك لقادة العالم؟ فإنك تفتح الأبواب الآن وأن تقوم بهذا المؤتمر وتطلب أن يحضر الجميع هنا لبلادكم، وأنكم تفتحون الأبواب ليحضر الجميع، ولماذا قادة العالم الآخرون يقفلون هذه الأبواب؟
وكيف تطلب منا أو ننظر إلى قادة العالم في هذا الموضوع؟ شكرا سيدي الرئيس. أنا باتريك من غانا، فإنني أرى أن أفريقيا في الوقت القريب فإننا نستخدم عملة واحدة، وهذا مهم للغاية، وسيكون ذلك سهل لنا. أنت كرئيس، سيادة الرئيس، كيف ترى هذا في المستقبل، وكيف ترى أن يمكن أن تتحد جميع الدول الأفريقية في هذا المجال؟ كونستانتين من بلغاريا بيقول: لماذا لا تتدخل مصر في حل الإشكالية في اليمن والعمل على إنهاء الحالة الصعبة اللي بتمر باليمنيين والظروف القاسية من المعيشة والمجاعة اللي موجودة هناك وأكتر من كده؟ ده جزء من السؤال. والسؤال الثاني بيتكلم على الموقف من مقتل خاشقجي، وقد إيه إن إحنا إذا كنا بنتكلم على العدالة الحقيقية، ليه ما بقاش يقدم أحد للعدالة، وليه الدعم المصري للسعودية؟ هاخد الجزء الأولاني من السؤال واتكلم فيه بمنتهى البساطة. المشاكل اللي موجودة في منطقتنا مشاكل معقدة ومركبة بشكل كبير، وأنا بقول الكلام ده لكل اللي بيطلعوا على الواقع في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية تحديداً. وخليني أقول، طب يا ترى الاستقرار، وأرجو أن محمد قاسم ما يزعلش مني، في أفغانستان، يا ترى الواقع اللي موجود في أفغانستان اللي بقاله أكتر من 30 سنة لم يستقر، وعدد القتلى الذين سقطوا خلال المدة دي كلها بالكامل، ليه مصر ما تدخلتش عشان تحل المسألة؟ لأن المسائل اللي موجودة في العالم وفي منطقتنا العربية والإسلامية، يمكن وزي ما قلت كده، مشاكل مركبة ومعقدة جدا وبتحتاج لجهود كبيرة جدا وقدرة على التأثير، قدرة على التأثير لإيجاد حل لهذه المسائل. قد يكون لدينا فرصة من خلال علاقتنا بالمملكة العربية السعودية وشقائنا في الخليج ان احنا يبقى لنا تأثير، ولكن قد يكون في أطراف أخرى ليست لدينا، أنا بكلمكم بمنتهى الصراحة، القدرة على التأثير في مواقفهم لإيجاد قاسم مشترك لحل المسألة، لحل مسألة اليمن. احنا عارفين ان المسألة في اليمن او الصراع في اليمن ده صراع مش بس داخل اليمن بين الحوثيين والسلطة اليمنية، لا، ده صراع يمكن يكون بين دول وبيدار على ارض اليمن. فاحنا قدرتنا مصر، واحنا دي قدرتنا ليها حدود، احنا لا نستطيع ان نؤثر في كل الاطراف. والكلام ده بالمناسبة ما بينطبقش فقط على اليمن، على سوريا، طب تقول لي كده، طب ليبيا، طب افغانستان، ما كل الصراعات اللي موجوده في الدول ديت دي صراعات احنا نتمنى ان هي تنتهي حتى ينعم اهلها بالامان والسلام، لكن احنا قدرتنا على التاثير ده قدره مجتمع دولي. انتوا عايزين تتكلموا على ان المجتمع الدولي بالكامل يتصدى من خلال اليات المجتمع الدولي لايجاد حلول لهذه الازمات. ده السؤال الاولاني. النص السؤال الثاني اللي هو خاص بمقتل الصحفي خاشقجي، شوفوا يعني من غير ما اخش في تفاصيل كتير ولا اخش في مزايدات كتير، الموضوع اللي احنا بنتكلم عليه ده المفروض دلوقتي ان هو بيخضع للتحقيق من جانب جهات التحقيق في دولتين، الدوله اللي حصل عندها او حصلت على ارضها الواقعه، والدولة اللي هي اللي بنتكلم عليها المملكة العربية السعودية. هو السؤال، احنا ليه بنستبق الأحداث وعايزين نوجه الاتهام لحد؟ ليه بنعمل كده؟ ليه مش مصدقين بعضنا؟ ليه ما بتصدقوش الناس اللي في منطقتنا؟ يعني ليه لما بيكون في حاجة في مصر على سبيل المثال وأقول لك إن الموضوع ده بيخضع للتحقيق والعدالة هتأخذ مجراها، ليه أنت ما بتصدقنيش؟ وليه أنت بتبقى متصور إن احنا بتراجعنا
الاقتصادي يمكن وتخلفنا اللي احنا فيه، متصور ان ده حتى بينطبق او بيمتد لقيم العدالة اللي موجودة عندنا. انا بقولها على الاطلاق، مش بتكلم على المملكة، انا بتكلم على الاطلاق. ليه انا، طب ما انا كل القضايا اللي موجودة في مصر على سبيل المثال، كل قضايانا اللي موجودة في مصر على سبيل المثال دي قضايا تخضع للتحقيق من جانب جهات التحقيق المصرية. وبالمناسبة كل القضايا اللي بيبقى فيه توجه او مش توجه، بيبقى فيه اهتمام من جانب دول متقدمة، بتعتبر ان احنا نستطيع ان نسيس القضاء ونستطيع ان نأخذ مسارات القضاء الى مناطق طبقا لهوانا. والحقيقة مش كده، الحقيقة مش موجودة. النقطة اللي انا بتكلم فيها دي، انا على الاقل بتكلم على مصر كمثال، وعايز الكلام ده يمتد مننا كلنا واحنا قاعدين مع بعض في الفرصة، فرصة هذا الحوار مش المؤتمر الصحفي، لا فرصة حوارنا مع بعضنا البعض. احنا ليه مش مصدقين المنطقة ديت؟ هل هي منطقة يعني سمعتها مش جيدة عندكم؟ لا طبعا. وانا عايز اقول لكم على حاجة، ولسه كنت بتكلم فيها في اللقاء قبل كده، بقول ان احنا في 2013 تم الاعتداء على مجموعة من الكنائس المصرية وسقط ضحايا ومصابين. الإجراء اللي كان ممكن نعمله في حاجة زي كده، يا إما الدولة تقوم بتقديم الجناة للعدالة أو تأخذ معهم إجراءات خارج سلطة القانون. طب إحنا مشينا في المسار بتاع القانون، وأول ما طلعت الأحكام بإن إعدام بعض الناس، قال لك القضاء في مصر عنيف. بقى أنا النهاردة لما يعني يقتل في الكنائس وفي المساجد في مصر في خلال فترة محدودة ما يقرب من 500 إنسان أبرياء رايحين يصلوا، ثلاث كنائس يتم تفجيرهم ويسقط شهداء ومصابين منهم، ما لهمش أي ذنب غير أنهم توجهوا لدار العبادة عشان يصلوا في كنيسته، أو في المسجد يسقط 324 في خلال 10 دقائق. لما أنا أتقدم في مصر وأخد الجناة ما قتلهمش خارج القانون وأنا بقبض عليهم، ومحدش كان ممكن يبقى متابع الموضوع دوت، وأقدمهم للعدالة، ولما العدالة تقول إن إحنا هنصدر حكم بالإعدام، وده بالمناسبة أحكام موجودة في قانوننا والقانون الدولي لا يجرم ذلك ولا يمنع ذلك، ولكن قد يرى بعض الأصدقاء في أوروبا إن ده كلام هما ما يردوش عنه. أنا موافق، أنتوا ما تردوش عنه طبقا لأدبيات وثقافات وأفكار أنتوا بتعتقدوها، وإحنا بنحترم ده عندكم، لكن أنتوا كمان مطلوب أن أنتم تحترموا قناعاتنا وإرادتنا في الحفاظ على أمننا بمسارات العدالة الموجودة. فأنا عايز أقول بس عشان موضوع اليمن والكلمة اللي بتتقال دي، أرجو أن إحنا لا نشكك ولا نستبق الأحداث فيما يحدث، لأن بصراحة تم تشكيل انطباع، أنا ما بقولش صح ولا غلط، لهذه الواقعة أو هذه الجريمة، لدرجة أنه بقى يصعب على أي حد أن يقول عكسها. تشكل انطباع في خلال 15 يوم على أن دي جريمة مدبرة، وأنا مش بتكلم على يعني مش بتكلم على الجريمة خالص، أنا بتكلم على الواقع. فخلونا من فضلكم نتعامل مع المسألة دي في إطار إن إحنا لا نستبق الأحداث ونشوف النتائج إيه. لو النهاردة النتائج طلعت كذا كذا كذا، اللي هو اللي قد تكون اللي بتتمنوه وقد لا يكون اللي بتتمنوه، دي نقطة. نقطة تانية بيسألني برضو قسطنطين، أنت ليه بتدعم المملكة العربية السعودية؟ طب أنا عايز أقول لك، هو أنتوا مش مكفيكم حالة عدم الاستقرار اللي موجودة في المنطقة بتاعتنا؟ وفاكي انتم مش قلقانين من الاضطراب اللي موجود في ليبيا واللي موجود في سوريا واللي موجود في الصومال واللي موجود في اليمن واللي موجود في افغانستان وموجود في دول اخرى في افريقيا؟ انتم مش قلقانين من ان الموضوع ده يمتد لدول تانية؟ قسطنطين، وبسألكم كلكم وانتم سامعيني، أنا بقول لكم لا كفاية كده،
كفايه عدم استقرار في المنطقه ديت، لان اديك انتوا شفتوا مئات الالوف يراحوا في معسكرات او ملايين كمان يمكن معسكرات للاجئين، او سقطوا في البحر او راحوا اوروبا. طب لو بقى في عدم استقرار اكتر من كده يحصل ايه؟ لا احنا حرص، احنا لازم نكون منتبهين واحنا بنتعامل او بنتحرك في رؤيتنا وحكمنا على الاحداث في المنطقه، ان احنا نبقى حاطين نصب اعيننا ان لابد من الحفاظ على حد ادنى من الاستقرار فيها. يبقى النهارده احافظ على المملكه ولا ما احافظ، احافظ على الامارات ولا ما احافظ، احافظ على الكويت ولا ما احافظ، احافظ على قطر ولا ما احافظ، لا انا احافظ على كل دوله مستقره، لان المنطقه العربيه لا تتحمل اكتر من كده. السؤال الثاني محمد قاسم بيقول ليه قادة العالم بيغلقوا أبوابهم؟ أنا مش هزايد يا محمد على دي، لكن من حق كل دولة، من حق كل دولة إن هي تحافظ على شعبها وعلى مصالح شعبها وتحترم يعني الحقوق بحقوق الإنسان بصفة عامة في إطار يحفظ لها مصالحها الوطنية. وأنا هنا لما بتكلم يعني عايز أقول إيه؟ يعني بدل ما تقول لي يا محمد قاسم ليه انتوا الدول دي بتقفل ببنها، وليه الافغان في افغانستان ما بيخلوش بالهم من بلدهم؟ بقالهم 40 سنه بيهدوا بيموتوا في بعض، والكلام ده موجود في دول تانية، في باكستان وفي مصر وفي سوريا وفي ليبيا وفي العراق وفي اليمن وفي الصومال. ليه هم بيعملوا كده؟ يعني انت عايز تقعد يعني مش محمد عشان بس ما يزعلش مني، لكن عايزين احنا كدول نتصارع داخل دولنا ثم نطلب من الدول اللي هي بتشتغل وبتشقى ليل ونهار عشان تحافظ وتعمل تقدم جوه بلادها وتحافظ على شعوبها وتحافظ على معدل معين ومستوى معين من الحياة لشعبها، تطلب منهم ان احنا نخش نتشارك معه في حاجتهم عشان احنا قاعدين بنتخانق جوه بلادنا؟ لا طبعا، انا مش معاهم او ضدهم، لكن انا بحاول اكون منصف في نظرتي للمسألة. احنا المفروض ننتقد انفسنا، هل احنا بنحافظ على دولنا ولا لا؟ هل احنا بنحافظ على دولنا ولا لا؟ هل احنا مستعدين ننحي جانبا؟ طب انت ليه القادة اللي موجودين في الدول اللي بتكلم عليها دي ما تكونش اكثر انصافا وحبا واحتراما لشعبها وتتراجع في مطالبها مع بعضها البعض، وتجلس كده لا يغلقوا الباب امام بعضهم البعض ويتكلموا مع بعض عشان يحلوا مساله افغانستان او مساله سوريا او مساله العراق او مساله ليبيا؟ ليه؟ انت زعلان من القائد الدوله الاوروبيه في المانيا، في انجلترا، في ايطاليا، في اي دوله بتقفل حدودها عشان هي قاعده تحمي مسار سنين طويله ووعي كبير شكلته جوه دولها، وتفتح الباب لينا عشان احنا نروح ونطالب بثقافتنا، نطالب بثقافتنا اللي هي قد تكون بعيدة عن ثقافات العمل والجهد اللي الدول دي مبنية عليه. احنا ثقافتنا في العمل مختلفة عنهم، هم بيشتغلوا بشكل صارم جدا، ما عندهمش مجاملات في عملهم ولا في البناء الإنساني بتاعهم، لكن احنا عندنا المجاملة قد تكون مبالغ فيها. انت عايز هتروح رايح بثقافتك دي، مش محمد افغانستان، بثقافتي المصرية عشان ما حدش يزعل، عايز اخد كل حاجة من غير ما ادفع، مش دي ثقافة موجودة عندنا يا جماعة ولا ايه؟ احنا في مصر يعني هل النهاردة احد المسؤولين الكبار بيكلموني وسألوني ليه انتم عندكم عمالة زيادة ما بتمشوهاش ليه؟ ده كان سؤال اتطرح وبيتكلمني يعني ابو ان هو امر مستهجن جدا، انتوا كده مش عارفين مصلحتكم. لكن الاجابه ان انا قلت له لا احنا ما نقدرش. ليه ما نقدرش؟ لان احنا الامر اذا توافق مع اراده وطبائع وعادات الناس ممكن ينجح، اذا لم يتوافق نصطدم مع بعضنا البعض. لا انت عايز تروح بثقافاتك اللي انت بتعتبرها ثقافه يمكن تكون غير قابله للنقاش وتقول احنا كده ولازم كحقوق انسان. لا لا. وبالمناسبه انت اذا رحت دوله تستضيفك
لابد أن تحترم احترام مطلق لقوانينها وعاداتها وتقاليدها وثقافتها بشكل شوف أنا مطلق. طب أنت ما عندكش الاستعداد ده أو إحنا ما عندناش الاستعداد ده، ما تروحش، مش هفتح لك الباب وتخش بعد كده تعمل لي مشاكل جوه بلدي. لا أنا مش بدافع عنهم، لا والله أنا بحاول أكون زي ما قلت لك كده، أنا قلت لكم هكون أنا دايما بتكلم على قد وعي وفهمي للأحداث. لا طبعا، إذا كنت أنتم بقالكم 40 سنة بتتقاتلوا عايزهم يفتحوا لكم الباب؟ لا لا، عايزين تحلوا المسألة حلوا المسألة في بلادكم. وعشان كده لما بقول للمصريين خلي بالكم من بلادكم بقصد كده، بدل ما نبقى احنا نطلب من الآخرين ان هم يفتحوا ليهم أبوابنا، خلي أرضنا تكفينا وهي تكفينا، خلي ظروفنا تسع يعني تساع المصريين وهي تساع المصريين، لكن ما نخشش في تصادم مع بعضنا البعض ونهد الدنيا وبعدين نطلب ان الشباب عايز يمشي يروح على مكان تاني يعيش فيه. ولا لا لا، يجب أن نتصدى بحزم لمشاكلنا ونوقف نزيف الدم اللي موجود في بلادنا ونبني وعي حقيقي بمقاومات الدولة والتعامل مع بعضنا البعض من حوار ونقاش. فلا أنا مش ضد ولا مع محمد، اللي يفتح لنا الباب أو يفتح الباب شكرا لي وده أمر مقدر، واللي يقفل الباب لا نلوم إلا أنفسنا. باتريك بيسألني على العملة الموحدة في إفريقيا، ده حلم يا باتريك، ده حلم كبير قوي. احنا كل اللي بنتمناه في الأول كمرة عايزين نحط أحلام قابلة للتنفيذ، حلم ولا حلمين ونحققهم ونتكلم على اللي بعد منهم. انت تصور يا باتريك النهاردة الأوروبيين لما عملوا اليورو، ده مسار طويل جدا من العمل المؤسسي الدقيق المنظم على قاعدة علمية واقتصادية ضخمة جدا. الأمور ما بتتاخدش بالمسألة دي يعني برغبتنا فقط، ولكن كمان يا ترى مقوماتنا تسمح ان احنا نعمل ده ولا لا، ان احنا نطلق عملة موحدة، لان مش كل اللي احنا بنتمناه ممكن يتحقق في يوم وليلة، ده مسار طويل، مسار طويل. التجربة الأوروبية ما قدام مننا تخلينا نقول ده النهاردة بيتكلموا في أكتر من 40 سنة وهم بيشتغلوا على توحيد القارة الأوروبية في مسائل مختلفة، ورغم من كده يمكن حصل نوع من التوقف دلوقتي ويبقى فيه مراجعة أخرى لهذه الإجراءات. انتوا مش شايفين ده؟ يعني أنا بكلم باتريك في أفريقيا، انتوا مش شايفين فيه توقف وابتدى فيه مراجعة للمسار ده؟ فأنا عايز أقول إذا كنا بنتكلم على أفريقيا، احنا نتمنى فقط في الاول ان احنا نوقف نزيف الدم ونحقق الاستقرار والامن في الدول الافريقيه ومعدل تنميه مناسب للجميع. شكرا يا فندم. استاذ اتفضلي. مساء الخير. مع حضرتك يوستينا ثروت، شابة مصرية عندي 29 سنة. أول حاجة أحب أن أنا أوجه شكري وإعزازي وفخري لسيادتك يعني بالحوار المباشر معك، وقد إيه أنا سعيدة بده. تاني حاجة، باعتبار أن أنا كنت شغالة في منظمة من المنظمات المجتمع المدني اللي كانت يعني خاصة بتدريب وتأهيل ذوي الإعاقة، الأشخاص ذوي الإعاقة طبعا، وتوظيفهم فيما بعد. أحب أتناقش مع حضرتك في مشكلة شوية بتخص الجانب المصري والشأن الداخلي المصري، ولكن أنا يعني متعودة من ساعة صدر سيادتك أنك هتسمح لي بداية. الحقيقة يا ريس أن القانون الجديد الصادر عن منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية هو أصبح بيمثل عائق كبير قوي قوي في ممارسة العمل المجتمعي لينا وممارسة النشاط المجتمعي اللي احنا بنعمله في الجمعيات، وده بقى عبء كبير قوي علينا أكتر ما هو بقى بيساعد في ان احنا نساعد الناس. فطبعا أنا هستأذن سيادتك أني بالسلطة الموكلة ليك من قبل الدستور طبعا
ان حضرتك او سيادتك تبتدي ترجع تاني القانون ده لمجلس النواب بحيث ان هو يتناقش مره اخرى. واحنا ما عندناش مانع كشباب ان احنا نريد طبعا ان احنا في حوار مجتمعي نريد ان احنا نشارك فيه ونكون قائمين على ادارته كمان. شكرا لحضرتك. شكرا يوستينا. Thank you. شكرا جزيلا. أنا روبنسون من إندونيسيا. أولا أشكرك جزيلا لسيدي الرئيس لخلق هذه الفرصة العظيمة، وهو حدث عظيم. سؤالي هو، إنك رئيس جمهورية مصر العربية، وأني أتساءل ما هو الهدف في حياتك؟ ثانيا، ما هو الأمل الكبير لك بالنسبة لنا بعد هذا الحدث؟ شكرا جزيلا. سيدي الرئيس، من تونس، انا اعزيكم في الحادثة الأليمة اللي وقعت منذ يعني. طب معلش اسمع الاسم تاني من فضلك. محمد امين. انا سؤالي يعني قصير شوي، كيف ترون مصر في السنين القادمة، وماذا اعددتم للشعب المصري والشباب؟ شكرا. شكرا. السؤال اللي خاص بالجماعات كريستينا يوستينا. طيب شوفي، انا بتفق معك. ايوه صحيح، لان انا مؤمن بالعمل اللي بتقوم به منظمات المجتمع المدني، واظن انتم يعني شايفانا واحنا في كل افتتاح من الافتتاحات اللي احنا بنعملها للاعمال اللي ذات سمه خيريه. دايما اقول معانا الارمان، معانا مصر الخير، معانا كذا من منظمات مجتمع مدني. انا معاكي ومعاكي ان القانون كان فيه فوبيا، انا اسف ان اقول التعبير دوت، كان فيه فوبيا، التخوف على مصر من المنظمات. واحنا فعلا يعني عايز اقول ايه، ممكن تلاقي ان القانون بشكل او باخر يعني لم يتم تفعيله وتنشيطه خلال الفتره اللي فاتت في اطار الكلمه اللي انت او التعليق ده او الراي اللي انتم قلتوه واللي انا متوافق معاكم فيه، ولكن ما كانش ساعتها ممكن ابدا ان القانون يطلع من البرلمان بالشكل اللي طلع بيه ونتحرك فيه بشكل سلبي. فاحنا كل اللي قدرنا نعمله ان احنا يعني ما تحركناش بفاعلية في تنفيذه، على أمل إن احنا نتحرك في إعادة صياغته بشكل يتناسب مع الدور اللي بتقوم به منظمات المجتمع المدني. واللي أنا بقول للناس اللي موجودة معانا بتسمعنا، احنا بنتكلم على أكتر من 50,000 جمعية بتقوم بدور رائع جدا في مصر، واحنا محتاجينه، لأنها احنا محتاجينه، لأن الدولة فيها 100 مليون مصري وفيها ناس كتير جدا تحتاج هذا الدعم من جانب منظمات المجتمع المدني التي تنظم جهود المصريين الفقراء مع الأغنياء القادرين مع غير القادرين. فأنا عايز أطمنك، طبعا أطمنك وأطمن اللي بيسمعني داخل مصر وخارج مصر، على أن احنا في مصر حريصين على أن القانون يبقى متوازن ويحقق المطلوب منه في تنظيم العمل للجمعيات بشكل جيد. أنا بطمنك على النقطة دي، ده مش كلام سياسي، ده مش كلام سياسي. هنعمل كده. أندونيسيا بيقول لي يعني الهدف في حياتك، مش عارف يعني أخشى أن أنتم تتصوروا ان انا يعني انا ما بحبش الصراعات وما بحبش المعاناه وما بحب ما بحبش التراجع وما بحبش التخلف وما بحبش الضعف. ف لو انت ترجمت ده هتعرف ان انا بتمنى ان يكون الامل والهدف اللي انا بتطلع اليه في مصر ان ده مصر تبقى دوله مستقره امنه متقدمه، شعبها ينعم،
بنسبة مقبولة من الحياة المناسبة. احنا في مصر زي ما قلت في 100 مليون، وال100 مليون دول في منهم 65 مليون في سن الأربعين عندهم أمل ومنتظرين، وانتظروا كتير، انتظروا سنوات طويلة جدا، مش 7 سنين ومش 10 سنين، احنا بنتكلم في 30 و40 سنة. فأنا بتمنى من الله سبحانه وتعالى ان انا اقدر في يعني في فترة إدارة الأمر في مصر ان انا اقدر اعمل شيء لشعب مصر، واقدر اعمل شيء للإنسانية بشكل او بآخر، من خلال ان احنا يبقى عندنا شكل من اشكال نبذ الصراع والعنف بيننا وبين بعضنا البعض. قد يكون الامل ده يعني صعب تحقيقه في ظل التدافع اللي مبنيه عليه الانسانيه، انه ما فيش سلام بالمطلق. صحيح مهما حاولنا دي طبيعه الحياه. الامل الكبير بعد الحدث ده، لا ده الامل كتير، يعني لان انا المشاكل اللي موجوده في مصر مشاكل كتير، والمشاكل اللي موجوده في المنطقه مشاكل كتير، والمشاكل اللي موجوده في افريقيا مشاكل كتير. لكن يعني هتصدقني وارجو انك تصدقوني، انا عمري ما فكرت ان انا لو عندي في مصر قدرات قويه انها تكون فقط تكون لصالح مصر. صدقوني انا بتمنى ان يكون لدي قدرات اقدر اسعد بيها في دول اخرى مجاوره، وثم اللي بعدها واللي بعدها لو امكنني ذلك. هل الامر ده يسعدني؟ ربنا وحده اللي يعلم اذا كان يسعدني ولا ما يسعدنيش. لان انا ادخال البسمه والفرحه على قلوب الناس، كل الناس، احنا ما بنميزش خالص الناس دول ايه خالص، هو ناس. انك انت تقدر تخلي الناس عايشه بشكل كويس سواء في مصر او خارج مصر، ده امل انا اتمنى ان انا يكون ليا نصيب فيه. انت من اندونيسيا، بعيد قوي عننا يعني. يعني انا رحت بلادكم الجميله، وخليني اقول لك برضو يعني مش عارف ده هيبقى مناسب ان انا اقول لك وانا بعزيكم على الاثار اللي ترتبت عن السنامي الاخير، لكن يعني من حق ان انا احلم لبلدي، او احلم علشان خاطر بلدي. يعني برضو محمد امين من تونس بيقول لي انت بتحلم ايه لمصر في السنين القادمة؟ بتقلي إجابة السؤال اتقالت، لكن حاولك على حاجة. مش أنا اللي حقق حلم المصريين يا محمد، اللي هيحقق حلم المصريين المصريين، مش أنا. كل من المصريين، وأنا بقولت الكلام ده في المؤتمر اللي فات لما قلت لكم إن الإجراءات الإصلاح الاقتصادي اللي اتعملت في مصر خلال على الأقل من نوفمبر 16 لغاية النهاردة، صدقوني لو هذه الإجراءات لو بتتعمل في أي توقيت آخر، يعني قبل من 10 سنين، من 15 سنة، وهفكر اللي متابع لشأننا سواء من المصريين أو من الخارج، الرئيس السادات سنة 77 أضاف قروش، قروش يعني حاجات أقل من ستات يعني أو بنس، يعني قروش بسيطة جدا على أسعار السلع الأساسية في مصر سنة 77، وتحرك المصريين وبغض النظر عن تقديري لهذا التحرك او رايي فيه ايه، الا ان لم ينتهي تحرك المصريين الا بالغاء هذه الاجراءات. وبالتالي كان التحدي، يا ترى المصريين، احنا بنتكلم بقى في اجراءات مسار اصلاح اقتصادي قويه وعميقه جدا وذات تاثير صعب على المصريين. الطبيعي ان بعد تجربة 77 واللي هي ظلت هاجس لأي صانع قرار أو متخذ قرار، يعني لا صناع القرار اللي هم بيشكلوا الرأي كانوا يقدروا يقدموا بشكل حاسم للإجراءات ديت، ولا متخذ القرار كان ممكن يعمل، يعني لا دول عايزين ولا المسؤول عايز لإيه، لأن التجربة كانت قاسية جدا في 77، كانت تجربة قاسية جدا. وأرجو أن أنتم تشوفوا هذا الموضوع على
مواقع التواصل وتشوفوا رد الفعل ونتائجه، وبالتالي اتلغت الإجراءات، ومن 77 للنهاردة اتعملت محاولات للإصلاح ولكن ما كانتش إجراءات بالمستوى اللي احنا عملناه في نوفمبر 16 وماشيين فيها لسه، يعني لسه احنا مكملين. أنا بقول لكم ولا 10% من هذا الإجراء كان ممكن أبدا يمرر إلا إذا كان المصريين يقبلوه ويتحملوا. مفيش مصري ومصرية خرجوا رفضا للقرار رغم معاناتهم منه، وده أمر مش يعني مقدر من جانبنا طبعا. أنا يعني بتألم والله لكل مصري ظروفه صعبة وإن هو يعني محوج يعني، وبنحاول نخفف بإجراءات حماية اجتماعية ما أمكن، ولكن النجاح لمصر في المستقبل مش لي أنا، مش بي أنا، لا لا، بالمصريين. على قد ما هيصمدوا ويصبروا ويعملوا على قد ما النجاح هيكون، لأن أنا في النهاية كمسؤول لو لقيت الناس مش هتتقبل الإجراء أو ترفضه هعمل إيه؟ مش هعمل، لأن هو طب ما أنا هعمله يحصل صدام ليه؟ فلو كان التقدير إن هو هيترتب عليه صدام يبقى قرار مش، لكن إحنا راهننا على وعي المصريين. لكن خليني أقول لك يا محمد منك من تونس، نحن عملنا إجراءات في خلال الخمس سنين اللي فاتوا دول، أنا بعتبرهم بفضل الله سبحانه وتعالى يعني أعمال غير مسبوقة في كافة المجالات. يكفي أقول لك إن إحنا خلصنا بنية أساسية متطورة لدولة بمساحة وعمق وعدد سكان مصر، وأنا مش مبالغ بقول بنية أساسية متطورة، مش بنية أساسية، بنية أساسية متطورة. وإحنا معادنا مع المصريين في 30/26 عشان نقول لهم تعالوا استلموا شوفوا إحنا الدولة بيكو يا مصريين عملت إيه. ده أنا بتكلم في بنية أساسية، لكن في مشروعات أخرى كثيرة جدا بيتم تنفيذها لتغيير الواقع الصعب اللي إحنا فيه. لكن هل ده لوحده أو هل ده بس هيبقى كفاية؟ لا. ليه؟ لأن إحنا زي ما قلت كده 100 مليون وده عدد مش بسيط، وإحنا بنزيد في سوق العمل تقريبا يعني بين 800 والمليون، 800 ألف والمليون كل سنة، وإنتم كناس مدركين فرصة العمل الحقيقية تكلف كام؟ قولوا لي مين يقدر يدبر أموال لعمل فرصة عمل لمليون إنسان كل سنة، كل سنة. الدول المتقدمة في أوروبا وفي أمريكا بتتكلم عن ثبات، إن ما كانش إذا ما كانش تناقص في البنية الديموغرافية بتاعتها، يعني إذا ما كانش هم ثابتين على عدد عندهم مثلا عدد سكان 10 مليون، العشرة مليون دول ثابتين، وبالرغم من كده هو بيشتغل في النسبة دي، يقول نسبة البطالة بقت 4 بقت 5 بقت 7 بقت 8 وحسب قدرة الحكومة اللي بتدير الدولة اللي بتكلم عليها ديت اللي عندها ثبات في النمو السكاني بتاعها ل 30 و 40 سنة، هي بتتحرك في فرص عمل ونسب بطالة بالواحد و2% وتقول احنا عملنا انجاز. فانت بتتكلمني على ان انا ازود كل سنة مليون فرصة عمل او احل المسألة بمليون فرصة عمل للشباب وللشابات في مصر، مين يقدر على كده؟ منين؟ طب وهو في سوق لما انا اقدر اضخ في خلال 10 سنين 10 مليون في سوق العمل؟ ده السوق اللي هم محتاجين يخشوه ربع العالم تقريبا. صحيح صحيح، هي المانيا كلها عدد سكانها قد ايه اللي هم بيحتلوا المرتبه الثالثه ولا الرابعه في الاقتصاد العالمي. ف يعني اللي هيحدد مستقبل مصر مش القياده والحكومه، لا، المصريين كل. وانا بقول لك كده عشان انت من تونس يا محمد يا امين. ايوه بقول لك كده عشان انتم في تونس تخلي بالكم من بلدكم وتحافظوا عليها، لان كل تخريب وتدمير في الدوله انتم اللي هتدفعوا ثمنه، والشباب القادم مش هيلاقي فرصه. حافظوا على المتاح ونموا طوروه، ان كان لي ان انا اقول الكلمه دي لاهلي في تونس يعني. شكرا يا فندم. ممكن تفضلي.
الرئيس، إيمي عبد الخالق من لبنان. أول شيء بحب أتشكركم على كل هالتنظيم والدعوة، وتمكننا من التعرف على شباب وشابات من دول عربية ومن خارج من دول العالم. سؤالي صغير وبعيد عن السياسة، الرئيس السيسي في عمر الشباب مين كان القدوة لك؟ وإذا كان بالعمل السياسي أو بعائلتك، وكيف أثرت على شخصيتك وعلى القرارات يلي عم تاخدها هلا؟ وشكرا لك. شكرا. مايك. أولا أود أن أشكرك جزيلا على هذه الدعوة وتنظيم هذا الحدث. إنني نيسو ساستو من نيبال. نيسو ساستو من نيبال، وإنني نيشا ساستو. نيشا ساستو، كيف تتطلع لتدعيم العلاقة مع الدول النامية في جنوب شرق آسيا؟ كيف ترى تدعيم العلاقات بين مع الدول النامية وفي جنوب شرق آسيا؟ كيف نطور العلاقات أو لدعم العلاقات الثنائية بين بلدكم وبين دول جنوب شرق آسيا؟ ناجي من فلسطين، مقيم في بلجيكا. حابب أشكرك على الاستضافة وأقدم المواساة والتعازي إلى الشعب المصري بالحادث الإرهابي الفظيع بالمنيا. أنا فخور كعربي أن أحدث العالم من مصر، حضنة الحضارات 7000 سنة. سؤالي لحضرتك، ما هي إجراءات الدولة المصرية في حال استمرار فشل جهود المصالحة الفلسطينية، مع العلم أن طرفي المصالحة لا يسعوا، طرفي الانقسام لا يسعوا للمصالحة، والمتضرر الوحيد هو الشعب؟ شكرا. خلي، انت سالتني سؤال صعب قوي عليا الحقيقه. صحيح، لان انا شكلت القناعات بتاعتي على مدى سنين طويله جدا، ومن خلال اشخاص كثيرين جدا، يعني مش شخص لوحده ممكن يكون اثر فيا وساهم في تشكيل الشخص والفكره عندي. لا، اشخاص كثيرين جدا، كتاب يمكن، مفكرين، ماشي. انا مش بقول كده، لو انا حددت وانا مش يعني مش بصعب الاجابه عليكي او على اللي بيسمعني، لكن فعلا انا اللي اذا كان ليا، اذا كان في تصور لكم ان مين الرئيس او مين الانسان ده. الانسان ده هو انسان بسيط جدا، انسان مصري زي كل المصريين البسطاء، الذي يسعى ويحلم من أجل بلده. طب اللي شكل ده فين؟ أنا زي ما بقول، الحياة اللي أنا عشتها حياة مش قصيرة، مش بالعمر ولكن بالثراء اللي كان موجود حوالي منها. يعني كتير من المفكرين والكتاب أنا كنت بقرأ لهم، مش عشان يعني عشان أستفيد من القراءات دي في الاطلاع على أفكار الآخرين واستفيد منهم في بناء فكرة ليا، فكرة ذاتية. يعني من أسرتي كثيرين، ولكن يعني أسرتي المباشرة، والدي ووالدتي، أقاربي اللي موجودين، في منهم ناس كانوا رغم بساطتهم كانوا ناس أفاضل جدا جدا، وساهموا في
إعطاء صورة طيبة جدا عن المجتمع والناس وإزاي يتعامل مع الآخرين. فالحقيقة أقول السؤال ما فيش إجابة محددة، ما فيش كلمة واحدة أقول لك فلان أثر، ما أقدرش أقول كده، لكن هم مجموعة من الأشخاص مع كل التقدير للتعبير ده. ومش بس كده، كمان الاستفادة من التجربة والاستفادة من المسار اللي أنا شفته في حياتي، يعني حتى على مستوى مصر أنا كنت متابع جدا كل ما يحدث في مصر بدقة، ودايما أقول ليه إحنا كده، وأظن كلمة ليه إحنا كده أنت سمعتها مني كتير، ليه إحنا كده، ليه إحنا متأخرين، ليه إحنا مش متقدمين، ليه إحنا متخلفين، ليه إحنا مش قادرين ننجح، ليه بنيجي كل فترة مش كتير نتكسر ونبدأ تاني، مش قادرين ناخد مسار تصاعدي زي ما كل الدول المتقدمة أو الدول السوية حتى بتحقق ده. أنا كنت دايما أفكر كده، عشان كده كنت دايما أفتش في كل موقف، في كل كلمة، في كل معلومة، عشان يمكن تكون تساهم في بناء الفكرة عندي، عشان ترضيني بإجابة ما ظلمش فيها حالة مصر. ما تزعليش ميسا من نبال على ان احنا هنالك مرة واثنين كرر السؤال، هو العيب عندنا مش منك انت، يعني احنا اللي مش عارفين نسمع، مش عارفين. صحيح، ما تزعليش، صحيح العيب عندنا احنا، مش عندنا احنا، ما تزعليش. لكن اللي انا عايز اقوله، احنا نطور علاقتنا مع، مش بس مع جنوب شرق اسيا، احنا بنسعى الى تطوير علاقتنا بشكل متوازن مع الجميع، بعيدا عن الاستقطاب وبعيدا عن التكتلات وبعيدا عن، احنا مستعدين دايما، وانتوا شفتوا محركتنا، احنا رحنا في دول كتير جدا في الاتجاه ده، احنا رحنا سنغافورة والصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان، مش كده؟ مش كده؟ وهي تاني؟ ولما قلت فيتنام وروسيا، أنا بقول الدول اللي هي جنوب تعتبر في المنطقة ديت، يمكن ما رحناش دول زي الفلبين ونيبال وكده، صحيح، لكن احنا متحركين في اتجاه تطوير علاقاتنا بالجميع، لأن احنا بالمناسبة محتاجين ان احنا نتعاون مع الجميع. احنا في مصر محتاجين كده، ويمكن العالم دلوقتي محتاج دائما ان هو زي ما قلت كده يتواصل ويتصل ويشوف المصالح المشتركة والمناطق المشتركة اللي ممكن نفيد بها بعضنا البعض. فاحنا متحركين في الاتجاه ده. يا ناجي، طب انتوا متخصمين، طب انا هعمل ايه؟ يعني انت بتقول ان طب المصالحة، طرفي المصالحة، انا بس باخد بجاوب على الاجابه بتاعت السؤال كده، لكن انا اقدر اقول لك ايه، احنا متحركين باختصار شديد في ان دايما لا يحصل نزاع مسلح بشكل او باخر في القطاع او في السلطه او في المكان، الضفه الغربيه، ده امر احنا اساسيه، ده احنا بنتحرك عليها، احنا حريصين على ان تهدئه الاوضاع ما امكن في قطاع غزه، عشان في ما يقرب من 2 مليون انسان موجودين ومحتاجين ان احنا طبعا، واحنا المعبر مفتوح بقاله من رمضان اللي فات لغايه دلوقتي، عشان ان احنا نخفف ما امكن او ما يمكن عن من اثار الظروف الصعبه اللي بيعيش فيها الناس في قطاع غزه. المصالحه بنجري فيها مع اشقائنا في السلطه ومع الحماس لايجاد يعني عشان نشكل قناعة بأن ده أمر مهم وحتمي، لما يحصل يبقى في سلطة واحدة، يبقى في قيادة واحدة للسلطة الفلسطينية في القطاع وفي الضفة، هيبقى احنا على الأقل بنستعد للقادم. لو في تفاوض هيتم يبقى بنتفاوض عليه، أو بنتفاوض، السلطة بتتفاوض بقيادة واحدة مش بحاجة تانية. ولكن
وجهودنا مستمر على كده ومستمرين. طب الإجابة أو الطرح اللي أنت طرحته تقول طب لو هم ما عملوش كده طب قول لي أعمل إيه؟ يعني إحنا بنبذل جهودنا. أنا بجاوب عليك بنفس الإجابة اللي قالها بتاع أفغانستان. إذا كنت أنت مش حاسس ب أو مش مقدر لخطورة موقفك وخطورة اللي أنت مقدم عليه ومصر على يعني عدم التجاوب، أنت اللي بتفقد القضية قيمتها. أنا عمري ما المفروض أقول كده على الهواء، بس أنا بقول لكم المفروض إن كلنا يعني نتنازل من أجل المصلحة العليا لهذه القضية، إذا كنا بنأمل إن إحنا نوجد لها أو على الأقل يبقى في عندنا مبرر أمام أنفسنا إن إحنا اتخذنا من الإجراءات التي يعني تجعلنا قادرين على استقبال أي شكل من أشكال التفاوض يا ناجي. لكن إحنا ما نقدرش، إحنا بالمناسبة مثلا يعني أكمل بقى الكلام، لن نستطيع أن نتفاوض عنكم، ده مش هيحصل، ولن نقبل شيء أنتم هترفضوه، ده مش هيحصل. وإحنا موقفنا الثابت من القضية بنقول دولة فلسطينية بجوار الدولة الإسرائيلية جنبا إلى جنب، مع احترام والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين الإسرائيليين والفلسطينيين. ده كلامنا على الأراضي التي تم احتلالها سنة 67 وعاصمتها القدس الشرقية، ده موقفنا الرسمي المعلن. لكن إحنا ما نقدرش أبدا نتفاوض ولا نقبل بشيء إلا باللي أنتوا هتقبلوه كالأشقاء في فلسطين. سيدي الرئيس، إنه يسعدني كثيرا ويشرفني أن أقف أمامك اليوم. أنا مارك بوسوس من أمريكا، فإن المنتدى الذي خلقته لهذا الشباب هنا في مصر، ماذا يمكن أن نفعل؟ كيف نساعدك في تقليل الفجوة الاجتماعية وعدم المساواة بين العالم؟ والسؤال الثاني، ما الذي يبقيك ساهرا بالليل؟ السلام عليكم. مساء الخير جميعا. أنا محمود من غينيا كوناكري. إنني أشكر الشعب المصري وخاصة منظمي هذا المنتدى الذين أتاحوا لي حضور هذا المنتدى، وأيضا أن أشارك في اليوم العالمي للشباب. في الحقيقة أن أحضر في هذه المدينة الجميلة. إن السؤال يتمثل فيما يأتي. سيدي الرئيس، ما هو الحل بالنسبة للرؤساء الذين يريدون أن يظلوا في الحكم إلى الأبد وأن يتجاوزوا فترة ولايتهم؟ ما هو رأيكم في هذا الأمر؟ وأشكرك على هذا الإجابة. Okay, no problem. Go ahead. Thank you. مساء الخير. عبد الله علي من العراق. شكرا لسيادتكم لاستضافتنا بمصر. الحد جميل ورائع. سؤالي هو إذا كان الشعب يريد يحقق التغيير بس الحكومة وقفة ضده ومارست تقريبا جميع أنواع العنف، شنو أكثر طريقة سلمية حتى الشعب ممكن يحقق بها التغيير طبعا غير الانتخابات؟ وشكرا جزيلا. شكرا. الأسئلة دي انتوا عايزين تعملوا مشاكل بقى مع اصدقائنا يعني. طيب،
في السؤال الأولاني بتاع مارك اللي خاص ب الفجوة بين يعني تقليل الفجوة ما بين الأغنياء وال شوف الموضوع ده أصله مش 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 إرادة مش إرادة حد مننا، دي إرادة دولية. إذا كانت ترغب في إن هي تقلل الفجوة ما بين الأغنياء والفقراء فده مش هيقدر أبدا نقول إن هو هيبقى إرادة إنسان أو حتى مجموعة من البشر، دي لازم تبقى في إرادة دولية وتتعمل برامج تؤدي إلى ذلك. شوف اسمع، وإحنا بمنتهى البساطة يا ترى وأنا ما بقصد لا أقصد لا أمريكا ولا أوروبا، لكن هل مستعدين إن إحنا نتقاسم جزء؟ وأنا قلت الكلام ده في اللقاءات اللي هي على مدار اليوم، هل إحنا مستعدين نتقاسم إن يبقى في شكل من أشكال الصناعات اللي يتم السماح بوجودها أو العمل على وجودها في بلاد زي بلادنا؟ ما أنا النهاردة مهما كنت هعمل من مشروعات زراعية وخدمات لن تلبي مطالب 100 مليون، ولازم يكون في جزء ليه نصيب معتبر في الاقتصاد من الصناعة، والصناعة هتيجي من خلال ان المستثمرين يقبلوا بان هم يكون ليهم استثمارات في مصر. في جزء احنا نعمله اللي هو احنا نسهل ونيسر كل الاجراءات التي تؤدي الى جذب المستثمرين زي البنية الأساسية وزي توفير البيئة التشريعية المناسبة وزي تحسين ظروف العمل والاستثمار، كل دي عناصر جذب، ولكن يبقى الإرادة الدولية للسماح بأن بعض الصناعات تبقى متواجدة في دولة زي مصر أو غيرها أو دولة زي الدولة الأفريقية. في الآخر هو مش هقول صراع، ولكن هو يعني ما هم في الدول المتقدمة عايزة تحافظ على مستوى معين من الحياة ومستوى معيشة معين، وعارفة ان هي عشان تحافظ على ده لابد ان هي تمتلك صناعات وتطورها عشان تستمر في ذلك. طب هي مستعدية تتشارك مع دول اخرى في هذا الامر؟ هو ده السؤال. لو طيب ما هو كده الامور ماشية في طريقها اللي ممكن يوجد حل في تقليل الفجوة، لكن هل الهدف هو تقديم مساعدات؟ إذا كان ده السؤال لا طبعا، لأن ما فيش دولة ممكن أبدا تعيش العمر كله على المساعدات، وما فيش شعب يقبل المفروض إن هو يعيش طول عمره على المساعدات، وما فيش حد هيفضل يساعد شعب على الإطلاق طول العمر. دي واحد. نمرة اتنين، ما حدش يقدر يصرف على دولة بحجم زي حجم مصر فيها 100 مليون، ده أرقام المطالب هائلة، وكل دولة بتجري وبتبذل وبتتقدم لصالح شعبها، لصالح شعبها مش لصالح أنها تاخد التقدم ده وتديه للآخرين. إذا كنا بنتكلم الرسالة لينا احنا لشعوبنا أن احنا المفروض نعمل ونعمل ونصبر ونجدح حتى نحقق الحد المناسب من مطالب شعوبنا. يعني أنا ما إجابتي على السؤال مش أنا وإنت فقط اللي نحددها، دي إرادة دولية من خلال تفاهم المجتمع الدولي وخاصة الدول المتقدمة والغنية إنها مش هتقدر تعيش بمعزل عن العالم كله، لأن إحنا بقينا قرية واحدة هنتأثر ببعضنا البعض، وعدم استقرارنا لا شك سيصل إلى الدول الأخرى. يبقيك ساهرا. انا راجل كبير في السن دلوقتي، يعني اذا كنت تقصد حاجه زي كده على سبيل الدعابه انا بقول انا لا يبقيني ساهرا الا بلدي مصر. بس وبالمناسبه والله يشهد على ذلك انا عايش نايم صاحي بيها، نايم صاحي حتى من قبل ما ابقى موجود في المكان ده، صحيح من سنين طويلة فاتت، من 50 سنة وأنا عايش عليها، صعبان عليا متضايق متألم غضبان. ليه احنا كده؟ لازم نغير ما نحن فيه،
ومش على حساب الآخرين أو بالاعتداء على الناس، لا، بالعمل والصبر، بالعمل والصبر والتحمل، العمل والصبر والتحمل. إذا كان ده على الأقل ده اللي أنا شايفه. في حد تاني ممكن يبقى شايف موضوع تاني؟ يعني ربنا يوفقه. يعني محمود بيقول لي ايه الحل للي يرغبون في الحكم الى الابد؟ ما فيش ابد. الابد اصل هو بينتهي بعمر الانسان، يعني ما فيش ابد، يعني ما فيش بالمطلق، يعني ما حدش هيقعد 100 سنه و200 سنه. لكن انا عايز اقول لك، يعني انا قلت الكلام ده في اللقاء اللي فات وتوقفوا قدام منه، لانها تجربتنا اللي انا قلته هي تجربتنا. ممكن يبقى في حد ليه تجربة تانية تنجح يمكن، لكن انا بقول لك تاني لمحمود وحتى عبد الله من العراق، الشعب اذا عايز يغير، هو في الاخر يا عبد الله ومحمود، هي الدولة ماشية بمين؟ الدولة ماشية بمين؟ ما تشوفوا الموضوع دوت عشان ما يصحش. الدولة ماشية بشعبها. هم المسؤولين موجودين فين؟ موجودين في دوين الحكومة. يعني هو مش الحاكم، وده عبد الله ومحمود نقطة فهموها كويس. التقدم ما بيعملوش الرئيس، التقدم بيعمله شعب الرئيس أو شعب الدولة. لازم تكونوا عارفين كده. يعني اللي بيعمل الفساد أو ممكن يكون الرئيس أو المسؤول أو الحكومة جزء من الفساد بأنها تسكت عليه أو تشجعه أو تعمل به، لكن في الآخر اللي بيعمل ده كله هو المواطنين الدولة. فإذا كان الخيار بين الوضع الصعب اللي أنت بتقوله يا محمود وبتقوله يا عبد الله وبين وضع أصعب منه شفتوه خلال الثلاث سنين اللي فاتوا عندما سيطرت على العراق وسوريا دولة داعش، الخيار ليكم، الخيار ليكم. سيطرت على كم في المية من أراضي العراق ودمرت قد إيه من أراضي العراق؟ عبد الله فين؟ عبد الله عندك كم سنة؟ أنت عبد الله ما شفتش العراق، أنا شفتها. أنا عمري شفت العراق، دي كانت دولة، دولة يشار لها بالبنان. دولة إيه؟ دولة قوية قادرة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، ذات تأثير كبير في محيطها. ولكن فإذا النهاردة اختزلت العراق في سن عبد الله او من يشابهه في سنه من شباب العراق، وابتدوا النهارده يتحركوا عشان ان يعني نهد الدوله على امل انها هتبنى تاني، انا بقول لك يا عبد الله الدوله اللي بتتهد ما بترجعش تاني. دي تجربتنا. طب مصر، قلت لكم مصر خرجوها من القاعده ديت. مصر في سببين رئيسيين لعدم تدميرها. السبب الاولاني سبب مش بتاعنا، سبب قدري، وانا قلت الكلام ده قبل كده وبقوله وبكرره عشان الحق يدع لاصحابه. صاحب الحق في استقرار الدوله دي مصر، ربنا سبحانه وتعالى قبل كل شيء، قبل كل شيء. اذا كنت الناس اللي يعني بتؤمن بالله وبتؤمن بالقدر وبإرادة القدر، انا بقول لكم كانسان مصري يعلم كثيرا من الامور التي لا يعلمها الكثير، ويعلم كانت ايه النتائج اللي المفروض الدوله دي تصل اليها، وبشكل زي ما انا شايفكم كده. لكن هو قال لا. طب يعني حد يقول له لا هننفذ؟ مفيش قوه فوق وجه الارض تستطيع ان تقف امام اراده ربنا سبحانه وتعالى. فهو قال لا، ما تتدمرش، ادي واحده. طب حط الاسباب. ايوه حاط الأسباب. إيه الأسباب؟ في جيش في مصر قوي جدا للي ما يعرفش، مش قوة فلوس، ومش مش
مش قوة عسكرية، لا دي قوة وطنية، مش قوة يعني مش مستعد يضحي بنفسه كله لأجل إن هي تفضل دولة يحافظ عليها. أنت المصريين الجيش كان منتشر في كل مصر عشان حاجة عليها كده عشان ما تنهارش، من اسكندرية لغاية أسوان ومن السلوم لغاية رفح، الجيش في مصر كان بيعمل كده في وقت كانت مفيش أجهزة أمنية أخرى. كان وزارة الداخلية تم ضمن الإجراءات اللي اتعملت لإسقاط الدولة ضرب وزارة الداخلية في مصر، ده موضوع تاني. فاللي أنا عايز أقوله أن ربنا سبحانه وتعالى كان من ضمن الأسباب اللي اتحطت عشان أن الدولة دي تستمر أن لديها جيش قوي. الجيش ده مش مسيس، الجيش ده مش مذهبي اللي هو يتبع السلفيين ولا يتبع مش لا 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 لا، الجيش وطني مصري فيه المسلم والمسيحي زي بعض، ما فيش فرق بينهم، يموت ده او يموت ده هو مصري شهيد، دي الحكايه. فبالتالي هو جيش مش عرقي، مش طائفي، مش مذهبي، ثم هو جيش يعني قوي جدا قوي جدا. فهو ربنا اراد كده، وكانوا القائمين عليه ربنا منور لهم البصيره كويس، فشافوا وعرفوا وتعاملوا ووفقهم للتعامل. فأنا بقول للعبد الله وبقول للمحمود، إذا كنت بتسألوني رأيي كإنسان من خلال التجربة اللي شفتها، عايز أقول لك يا عبد الله والمحمود، يا أخي بص لسوريا، الدولة اتدمرت تماما وما تقدرش تلوم حد على تدميرها، ما تقدرش تلوم حد على تدميرها. بص لليبيا، بص للعراق، بص لليمن. انا اول مره اتكلم باسماء الدول كده بشكل علني، ما يصحش اتكلم كده. بص للصومال، بص لافغانستان، الدول اللي بتروح ما بترجعش في عالمنا على الاقل العربي والاسلامي. يمكن دول اخرى عندها ثقافات وقيم اخرى ممكن ما يحصلهاش كده، لكن بالنسبه لنا احنا اول ما بيحصل فراغ يا عبد الله يا محمود بتتحرك قوة موجودة جوه المجتمع تتصور أن لها الأولوية الأسبقية، لها عايز أقول تعبير لها الحق المقدس في قيادة الدولة، وبالتالي بتبقى مستعدة أنها تخش. حق مقدس، عارفين يعني حق مقدس؟ يعني هم بس اللي يحكموا والآخرين يعني يتحكموا أو إيه؟ أو يتقتلوا. يتحكموا عبد الله أو إيه؟ يتقتلوا. أنتوا مش عشتوا الكلام ده عندكم ولا إيه؟ سابوا إيه في البصرة يا عبد الله؟ العراق دي كان بيتغنوا لها زمان من 35 سنة، بغداد حاجة كده. خطأ في التقدير، خد البلد ودخل بيها في الحيط. خلي بالكم من بلادكم، أنا بكلم الناس اللي هي احنا دي القعدة دي قعدة صافية جدا. خلي بالكم من بلادكم، حافظوا عليها وتحملوا، واحنا ما ناخدش أبدا كشباب بلادنا وندخل بيها في أزمة كبيرة جدا ما نعرفش، قد ننجح وقد لا ننجح. بس التجربة بتقول في منطقتنا العربية مجرد ما بيبقى فيه فراغ يا محمود يا قاسم على طول بتنقاد الجماعات الإسلام السياسي للسيطرة على الدولة عشان تقودها في إطار فكرة مقدسة عندها إن هي لها الحق المقدس في قيادة الشعوب اللي هي موجودة منها عشان تعمل الدولة الدولة الدينية يعني. وبالتالي أي حد يعترض يقف قدامها يتم التعامل معاه ويقتلوه، واللي انتوا شايفينه بقى
وبعد كده يبقى التدمير بقى تدمير ذاتي. ما حدش يقدر يلام على التدمير اللي موجود في سوريا. مين اللي يلام؟ انا ما اتصورش ان في حد يقدر يهد دولة ويدمرها بنفس نسب التدمير دي في اي حرب تقليدية زي اللي حصل في سوريا والعراق وليبيا واليمن والصومال وغيره. فمش عارف انا جاوبت على السؤال كده ولا حيرتك، بس دي اجابتي، دي اجابتي. اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيادة الرئيس، نشكركم على تنظيم هذا المنتدى العالمي الشبابي، ونأمل أن تكون هنالك مساعي حثيثة لمنح الفرصة للشباب العربي، خاصة لقيادة الدول العربية إلى السلام والتطور. سؤالي: هل لديكم تطبيقات عملية لتمكين الشباب العربي والإفريقي من العمل على تطوير أوطانه وتمكينه من اتخاذ القرارات، وأيضا الحد من هجرة الأدمغة؟ طب اسمك الأول. الاسم الأول. صفيان من الجزائر. الشباب العربي والإفريقي والإسلامي يحب وطنه، لا يسعى للسلطة ولكن لتغيير الواقع للأحسن. شكرا. شكرا لك. Good evening, Mr. President. مساء الخير سيدي الرئيس. أنا رامون مالسا من بنما. إنني نحات. ولقد ساعدت في احياء تمثال الانسانيه، واهنئك على هذه المبادره. ولكن السؤال عن امريكا اللاتينيه، اود ان اعلم اذا كان لديك اي خطط لتوسع العلاقات مع امريكا اللاتينيه ودول امريكا اللاتينيه. انا اعلم اننا بعيدون تماما عنكم، ولكن نريد أن شعوب أمريكا اللاتينية أن تعرف عن مصر، وأن يكون هناك علاقات متبادلة وعلاقات اقتصادية مع هذه المنطقة. شكرا لكم. لجبت. مرحبا، بلال من لبنان، جنوب لبنان تحديدا. أول شيء بحب أتشكر المتطوعين والمنظمين يلي ما فرقونا من وقت ما وصلنا على المطار لحد هلأ، وعلى الجهد الجبار يلي عم يحطوه. هالشيء بيذكرني بجمعية بيوت الشباب المصرية يلي تابعة تحت غطاء وزارة الشباب والرياضة، استضافونا سابقا تقريبا من 4 أشهر بمصر، وبيعملوا جهود جبار بجمع الشباب العربي. سؤالي كان عن صفقة القرن. عم نسمع كتير بهيدا الوقت عن صفقة القرن. حابب أعرف شو تعريفك لصفقة القرن، وشو دور مصر بهيدي الصفقة في حال أصلاً كانت موجودة هي. هلأ أنت حضرتك وقتها كنت عم تجاوب عن الشاب الفلسطيني، قلت نحن بنعترف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية. هلأ بالذاكرة العربية وتحديدا عند اللبنانيين الجنوبيين، نحن ما عنا شيء اسمه القدس الشرقية، نحن عنا فلسطين وعاصمتها القدس كاملة، لا شرقية ولا غربية. هيدا واحد. كان عندي طلب غير السؤال اللي عم يسأله، اني اتصور معك والشباب كلياتهم معنا بالصورة. شكرا بلال. هيدا طلبي، بس رح استغني عن طلبي انا، واذا بقدر بدله بطلب تاني. هو عنا صديق قبل ما تجي حضرتك كان راح على الحمام وبده يرجع ما بقى يخلوه يفوت. نحن بقى لنا 3 ساعات ناطرين حتى بليل. حتى تبلش بليل. بس ما هنشوف صديقك. حاضر، خلاص يا بليل. شكرا. طيب، سفيان من الجزائر بيسأل بيقول: هل لدينا في البرنامج أو لدينا برنامج لتأهيل وتطوير الشباب العربي؟ صحيح، مش الشباب العربي بس، احنا الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل القادة اللي احنا
بقى لها دلوقتي تقريبا اكتر من سنتين بتعمل على استقبال مصريين منتقين من شباب مصر وشابات مصر، ثم بيتم تأهيلهم لتولي القيادة. احنا ما تزعلش، معلش ما تزعلش. ما تزعلش صحيح، معلش. فأنا متصور إن الأكاديمية، مش متصور، ده المخطط ليها، إن هي تقوم بدور في تأهيل الشباب العربي والشباب الإفريقي وحتى من دول أخرى إذا كانت ترغب في ذلك. لكن إحنا في المرحلة الأولى من إعداد البرامج والكوادر والقيادات. صحيح بقالنا سنتين شغالين في الموضوع ده، لكن عشان تقدر تقوم بالدور ده بشكل فاعل ومؤسس بشكل كبير، احنا تقريبا قربنا على ذلك، ونقدر من خلالها بالاتفاق مع الحكومات ان احنا تبعت لنا الشباب اللي هي ترغب في ان هم يتم تأهيلهم ويتم تأهيلهم. فده فيما يخص هذا الموضوع. حتى كلامنا مع بعضنا البعض ولقاءاتنا المتكررة ومؤتمر الشباب العالمي، يعني جه النهاردة، انت جيت يا سفيان من الجزائر المرة دي، لكن اكيد السنة اللي فاتت في حد تاني جه من الجزائر، ثم السنة القادمة ان شاء الله لو عشنا هيبقى برضو حد رابع، مجموعة رابعة يعني. وبالتالي احنا من خلال هذا الانفتاح والتواصل مع كل شباب العالم بيسمعنا وبنسمعه وبنتكلم معاه وبنبقى فيه لغة مشتركة أو فهم مشترك للواقع اللي احنا على الأقل محتاجين ان احنا نسمعه من بعضنا البعض. احنا ماشيين في المسار ده افتكر بشكل يعني معقول مناسب. صديقنا اللي قام برسم القلب من بنما، انا عايز اقول له لا، يعني احنا العلاقات مع امريكا اللاتينية لا مش متوقفة ومش مجمدة، واحنا استقبلنا خلال الثلاث اربع سنين اللي فاتوا دول يمكن انا ما زرتش، يمكن انا ما قمتش بزيارة لدول امريكا اللاتينية، لكن احنا بنستقبل رؤساء ونواب رؤساء ومسؤولين من دول امريكا اللاتينية في مصر في اطار العلاقات، لان احنا مش لسه هننشئ علاقة، العلاقة موجودة ومستمرة. يمكن ما جاتش الفرصة ليا ان انا اتحرك، لان احنا في الاخر حجم الحركة على مدار السنة للمتابعين حجم ضخم جدا، وبالتالي احنا بنحاول بقدر الامكان يعني ان احنا ما نبقاش متحركين طول الوقت خارج مصر يعني. لكن لا، العلاقات موجودة واحنا حريصين على تطويرها زي ما قلت مع جميع دول العالم. صفقة القرن اللي قال عليها بلال من جنوب لبنان، صدقني يا بلال، هو تعبير يمكن أطلقته وسائل الإعلام، مش مفيش، وأنا بتكلم بصدق، ما عندناش معلومات عن الموضوع دوت اللي أنت بتتكلم فيه، لكن ده طرح بيطرح في وسائل الإعلام، قد يكون لاختبار ردود الأفعال، قد يكون لكذا وكذا، لكن أنا ما عنديش، أنا كمسؤول بيرد على سؤال أمامكم كلكم، أنا ما عنديش بيانات أو معلومات تتكلم في الموضوع ده تفاصيله إيه، ما أعرفش. اللي أنا أعرفه اللي أنا قلته اللي هو دور مصر ورأي مصر في القضية، واللي هو زي ما قلت قبل كده مش عايز أكرره تاني، يعني هو نحن مع ما يرتضيه الفلسطينيين لأنفسهم، نحن سنكون داعمين، لكن احنا لن نتكلم لا باسمكم ولا هنفرض عليكم حاجة، محدش. انا بقول كده مش كده ولا ايه؟ مع السيد وزير الخارجية ليك رأي تاني ولا مش كده؟ هو كده، احنا ما نقدرش ابدا نتكلم باسم الفلسطينيين او بالنيابة عنهم او ان احنا نفرض عليهم حاجة. اللي هيقولوا عليه هندعمه، اللي هيقولوا عليه لا هنتوقف. ده الإجابة اللي على صفقة القرن. هو بيقول لي يعني فلسطين عاصمة القدس الشرقية والغربية. طب بس خد القدس الشرقية يا سيدي. يعني شوفوا يا بلال،
المشكلة اللي موجودة في بلادنا إن التقديرات الحقيقية للواقع اللي موجود محتاجة دايما تتجدد ويتم التعامل معها بشكل موضوعي. وأنا بستخدم تعبيرات غاية في الأدب، غاية في الأدب والانضباط والله. يعني خلي بالك القضية دي على مدى 60 سنة اللي فاتت يعني يمكن فقدت فرص حقيقية للحل نتيجة كلام زي اللي انت بتقوله ده، كلام زي اللي انت بتقوله ده. بشكر حضراتكم على المشاركة. بشكر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على سعة صدره. وشكرا لحضراتكم جميعا. أنا اللي بشكركم جميعا. وكان حد من ال أنا يسعدني إن أنا أتصور معكم كلكم. طبعا لو اللي يرغب في ده أنا يسعدني. أنتم أنا محب للناس ومحب للشباب ومحب ويشرفني يعني. يعني ما أقول حد يبقى عايز يتصور معايا وأنا هبقى أنا تحت أمركم. شوفوا هينظموها إزاي وأنا جاهز.